صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 53 لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد حسين علي منصور آل شهاب وكيلا مساعدا للمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء.